بتبلش بحماية لبنان وبتنتهي بمعارك بسوريا وبالعراق وباليمن وبأفريقيا وبأمريكا الجنوبية، وبيصير التهريب جزء من المقاومة. وهذا الكلام مش لإلي، هذا كلام لمسؤول من حزب الله. شو النتيجة؟ النتيجة أنه اللبنانيين هن اللي عم يدفعوا الثمن. النتيجة أنه عم نعيش اليوم سقوط الدولة وسقوط الحدود، وتما أقول سقوط البلد. نعم، الشعب اللبناني هو اللي عم يدفع الثمن، كل الشعب اللبناني اللي مع المنظومة أو السلطة الحاكمة واللي ضد السلطة الحاكمة، كلنا عم ندفع الثمن. والثمن غالي كتير، والفاتورة غالية. عم ندفع الثمن بأموالنا وبجنى عمرنا وبنمط حياتنا. عم بيحولونا من شعب حر لكائنات بيولوجية عم تشحد الأكل. عم ندفع الثمن بصحتنا، بطموحاتنا، وحتى بأحلامنا. وبكل هذا الموضوع بعد كان ناقصنا شغلة واحدة، ملف التهريب والكبتاجون. هذا اللي كان ناقصنا. كان ناقص بعد المزارعين اللي صار لهم سنين عم يناضلوا تيبقوا تيعيشوا بكرامتهم، كان ناقصهم أنه يسكروا عليهم أسواق. كان ناقص المصدرين الشرعيين وشركات النقل وكل القطاعات الصناعية والخدماتية المربوطة بهذا الملف. عم نحكي عن 270 مليون دولار بالسنة تصدير للخليج، فريش موني. ايه هو البسيطة بقى فدى القضية، ما هيك؟ عم نحكي عن كل لبناني، لأنه مش بس عم نخسر أسواق الخليج بهذا الموضوع، عم نخسر سمعتنا. لأنه الكبتاجون راح للخليج، ومثل ما شفتوا راح على إيطاليا وراح على اليونان وراح على أوروبا. فإذا كل واحد هلأ عم بيشتغل بالتصدير من لبنان، شو ما كان السوق اللي بده يروح له، عم بيدفع الثمن. مثل ما كل لبنان عم بيدفع الثمن وقتها ما عم بيطلع له فيزا، وقتها باسبور اللبناني ما بقى عنده قيمة بالعالم، هيدا له علاقة بالسمعة. كل لبناني عم يدفع الثمن، وبعدهم عم يرفعوا لنا شعارات الاقتصاد المنتج. طب خلي الاقتصاد المنتج ما بده أسواق؟ الاقتصاد المنتج ما بده بيئة داخلية واستقرار داخلي؟ شو يعني اقتصاد منتج؟ يعني القطاع الخاص، كيف بده يبقى عايش هذا القطاع الخاص؟ بهذا الموضوع كنت مثل ما بتعرفوا قبله بيومين من أن السعودية تأخذ قرارها، كنت بزيارة لعند السفير السعودي. كنت بزيارة، والهدف الأساسي لهذه الزيارة هو كان استكمال البحث بيننا وبينه، انطلاقا من تجربة مؤسسة رنم عوض مع الدولة الهولندية اللي اشتغلنا نحن وياهم تنصدر أصناف زراعية على أوروبا. انطلاقا من الشغل المتكامل، او من شغل على السلسله من السوق للمزارع. يعني انطلقنا من نظره انه بدل ما نشوف شو عم ننتج وكيف بدنا نبيعه، نشوف شو بينباع وباي شروط وكيف بدنا ننجو، ونشتغل على كل السلسله. ونجحنا انه نصدر بطاطا وافوكادو وكرز وعنب لاوروبا. وكنت عم بشتغل على مدى الاشهر الماضيه مع المملكة العربية السعودية تالأصناف اللي ما بتنباع على أوروبا نقدر ننتج نفس النموذج، نفس التجربة مع السعودية ومع البلاد العربية، تنقدر نصدر للمزارعين اللبنانيين أصناف جديدة ونطور. وأكيد هيدا بيتطلب شغل مع المزارع تنقدر ندربه ونهيئه تيقدر ينتج منتجات حسب المواصفات وبكلفة اللي لازم ينتجه. صرنا أشهر عم نشتغل على هذا الموضوع، وإذ تفاجأت بهذه الزيارة أنه السفير خبرني أنه هن بصدد ياخذوا هذا القرار نتيجة استعمال لبنان منصة لتهريب المخدرات للسعودية ولغير السعودية. ليك نحن ويننا وشو همومنا، وليك هن وينون وشو همومهم، ولوين وصلونا. يلي صار معنا كمؤسسة رنم عوض، ونحن منا قطاع خاص، نحن عم نشتغل
نوقف إلى جانب المزارع وتنساهم بزيادة التصدير وتنساهم بإدخال أموال فريش للاقتصاد اللبناني اللي بيستفيد منه المزارع والتاجر والدكانجي وكل قطاع استهلاكي والسوبر ماركت وأي لبناني، لأنه هيدا سلسلة متكاملة. بس اللي صار معنا عم بيصير كل يوم مع القطاع الخاص، عم بيصير كل يوم مع كل صناعي، مع كل رجل أعمال، مع كل صاحب مؤسسة، مع كل رب عمل لازم يدفع شهريات بآخر الشهر، مع كل لبناني ناجح قرر يقاوم وما يترك البلد لأنه بعد بده يحاول يآمن بهيدا البلد. ومع أنهم بيعرفوا كل العالم بيعرف أنه اللبناني اللي خرج برا وقت انعطاه القدرات والبيئة كيف عم بينجح من أستراليا لأمريكا وبأفريقيا وبدول الخليج وبأوروبا وبغيرها وبكل القارات. وهيدا عم بحكي اقتصاد، غير ما عم بحكي عن أنه هالشبكات التهريب ومافيات المخدرات المحمية من كل المنظومة. وشفنا طلع اليوم بالإعلام بهاليومين كيف أبطال هالشبكات مرتبطين مش بس بجهة واحدة، عم بيمولوا أكثر من جهة ومحميين من نافذين من أكثر من جهة. كلنا عم ندفع الثمن، يعني ما بقى بدنا شيء منهم، بس يحلوا عنا يحلوا عنا، بس تنقدر نشتغل يحلوا عنا، ما بقى مقبول. صار الوقت نفهم أنه إذا ما واجهنا مع بعضنا إيد بإيد رح نروح كلنا. صار الوقت نفهم أنه المعركة ما بتنخاض ولا بالمفرق ولا بوجه جزء من السلطة، بدها جرأة نوصف الوضع كما هو حتى ولو صعب، حتى ولو والله أهين بكتير نفوت بزيروبة ونقول هيك نعمل إصلاح، وأهين بكتير نكب مسؤوليات على بعضنا من المسؤول. بس بقدر ما المحاسبة مهمة، بقدر ما رشق المسؤوليات ما بتوصل لمحل إلا لمزيد من الفوضى والتدمير والفقر والذل. الحقيقة صعبة، بس إذا ما واجهنا هيدي الحقيقة كلنا سوا ما حنوصل لنتيجة، وحنكمل نفتقر وننزل إلى محل حيروح البلد وحنروح كلنا سوا. حين الوقت نفهم أنه ما بقى ننجار لمعارك جانبية، هالمعارك ما حتوصلنا لمحل. اليوم المعركة منا معركة حسابات انتخابية ضيقة مين بهالدائرة وعم نشوف ايه. نعم الانتخابات النيابية هي اساس ومعركة اساسية باستعادة الدولة من هيدا المنظومة، بس في فرق ما نكون عم نجتمع على مشروع سياسي مواجهة هالمنظومة ونعتبر الانتخابات النيابية هو بوابة، وفي فرق ما نتحول لتجمعات انتخابية وكأنه المعركة هي اذا هيدا الحزب بيطلع له 3 نواب او هالمجموعة بيطلع له 4 او بزيروبة بمدري اي حي. المعركة منا معركة زواريب انتخابية، ولنا معركة يسار ويمين، ولنا معركة مسلم مسيحي، ولنا معركة غني وفقير، ولنا معركة مزايدات مين كان بالثورة قبل ومين صار بالثورة بعد، ولنا معركة بيئات وخصوصيات وحقوق طوائف وحماية بيئات، ولنا معركة صلاحيات ومواقع. ما بقنا كل هاي، المعركة صارت معركة استعادة كرامة الإنسان بلبنان، معركة استعادة أموالنا ولقمة عيشنا ونمط حياتنا يلي كنا نفتخر فيه. كنا أكتر بلد متقدم بهيدي المنطقة، دمرنا كل شيء. للي بعد بيقدر يسافر خليه يروح على الإمارات، خليه يروح على الأردن، خليه يروح على كل دول المنطقة. ليكوا شو صار فينا وعم بيصير فينا كل يوم. معركة استعادة كرامة الإنسان هيدي هي معركتنا، ومعركتنا هيدي المعركة ما بتصير إلا ما نستعيد الدولة من المافيا ومن الميليشيا. وتنستعيد هيدي الدولة بدنا نستعيد السيادة والقرار، لأنه إذا ما استعدنا السيادة والقرار كل بقية المعارك الإصلاحية اللي هي بأهمية استعادة السيادة والقرار، معركة استقلالية القضاء، معركة الإصلاحات المالية، معركة الخطة الاقتصادية، معركة المفاوضة مع صندوق النقد الدولي، هول كلهم معارك أساسية، ولكن ما ممكن أنهم يصيروا
إلا ما نبلش نستعيد السيادة ونقراها. الباقي ما ممكن يثبت. حاولنا نحن وقت قررنا نحاول نعمل إصلاح من الداخل وفشلنا. حاول الرئيس ماكرون أجا مرتين على لبنان وفشل. الإصلاح من الداخل والاتكال على هيدي المنظومة أنه قادرة تصلح نفسها وهم. والمعركة بتبلش باستعادة القرار والسيادة. واستعادة السيادة يعني استعادة السيادة على سياستنا الخارجية. بلش هون. خطف القرار اللبناني وتحويلنا لمنصة أو ورقة بإيد إيران منه مجرد شعار ولا شعار نظري ولا واقع للاستهلاك أو للانقسام الداخلي. خلينا نكون كتير واضحين. المعركة مش مين مع إيران وضد إيران ومع الصين وضد الصين ومع السعودية وضد السعودية ومع أمريكا وضد أمريكا ومع الشرق ومع الغرب. لا. العنوان هو مين مع لبنان ومش مين مش مع لبنان. مع احترامنا لكل هالدول. نحن سياستنا الخارجية بدها تكون مبنية على مين مع لبنان ومين مش مع لبنان. مين مع مصالح لبنان واللبنانيين ومش مين مش مع مصالح لبنان واللبنانيين. وهيدي منا حفلة نظريات. سياستنا الخارجية بالطريقة اللي عم نخوضها واستعادة سيادتنا على سياستنا الخارجية بتأثر على كل لبناني. وإذا نحن بدنا نطلع أو نوقف النزيف ونطلع من الانهيار، الأساس بده أنه يكون عندنا سياسة خارجية بلبنان مستقلة حرة سيدة. تما نتناقش مين أفضل، خلينا نتفق على المعايير. شو هدف سياسة خارجية؟ شو معيار لسياسة خارجية تكون لمصلحة لبنان؟ أنا برأيي أسهل بكتير من أن نجي نقول لا أنا مع هيدا وأنا مع هيدا، بنرجع نقول نحن مش مع حدا، نحن مع لبنان. السياسة الخارجية لازم تكون مبنية على أربع ركائز. واحد، استعادة صداقاتنا الدولية تنحشد كل الدعم تنقدر نطلع من الانهيار اللي نحن موجودين فيه. بكل الخطط المطروحة بالرغم من كل الخلافات على المقاربات، كل الناس بتعتبر أنه إذا نحن ما جبنا بالأربع أو خمس سنين الجايين 30 مليار دولار استثمارات على لبنان، ما ممكن أنه نطلع من الانهيار الموجود شو ما كان بقية الأمور. لو عملنا كل الإصلاحات بالعالم، طب هيدا بتصير ونحن معادين كل العالم كرمة دولة معينة؟ الهدف الثاني أنه نحمي بلدنا من أي تعدي خارجي عبر تأمين شبكة أمان عربية دولية. الهدف الثالث بناء استقرار داخلي مستدام. والاستقرار الداخلي المستدام ما فيكون مبني على موازين قوى آنية وظرفية. النهار الفلسطيني قوي بصير في صراع داخلي، أنه والله النهار الإيراني قوي، النهار السعودي قوي، النهار الأمريكاني قوي، ما بيمشي الحال. بدنا نبني استقرار داخلي مبني على تحييد لبنان من صراعات الآخرين، تما نصير ساحة صراع للآخرين. والركيزة الرابعة هو تأمين شروط نمو اقتصادنا، يعني فتح أسواق، يعني فتح اتفاقات، يعني تسهيل إعادة إعطاء قيمة للباسبور اللبناني. واللي بجزء أساسي من هيدا النمو الاقتصادي كلنا بنعرف أنه هو تقوية واقع الانتشار اللبناني وين ما كان بالعالم. كلنا بنعرف أنه لو من 7 مليار دولار اللي الانتشار اللبناني بعتهم بال 2020 كنا اليوم ما عم نقدر ناكل، كنا اليوم أسوأ من الصومال، كنا اليوم أصعب دولة بالعالم حتى بتأمين الأمن الغذائي تبعنا. طب بدنا نحمي هالناس بدولهم وين ما كان بالعالم. طب إذا نحن اعتمدنا على هالأربع معايير اللي هي الأربع معايير اللي بتأمن وبتأسس للمصلحة اللبنانية كسياسة خارجية، شو مصلحتنا نكون بمحور ضد محور تاني؟ نحن ما لازم نكون ضد إلا اللي بيتعدى على سيادتنا. ليه بدنا نكون ضد أي دولة ما متعدية علينا؟ ليه بدنا نخوض سياسة دولة أخرى بوش دولة تانية؟ مين ما كانت هذه الدولة؟
شو مصلحتنا نعادي العرب والغرب والمجتمع الدولي؟ شو مصلحتنا نخوض معارك بالعراق وباليمن ونساند فنزويلا أو يعني بأي دولة تانية؟ شو مصلحتنا نصدر ميليشيات وصواريخ ومخدرات؟ كيف منعمل اقتصاد ممتاز؟ كيف منحمي اللبنانيين الموجودين برا؟ استعادة السيادة يعني كمان استعادة السيادة على حدودنا. هيدا أساس لسيادة كل دولة. وقت الدولة بتبلش قبل ما نشوف شو نظامها، كيف بتتطور، كيف بتطور اقتصادها، الأساس أنه يكون عندها حدود مصانة وما تكون حدود سايبة. والحدود حدود، التعدي على الحدود من مين ما اجى هو تعدي. ما في تعدي صديق وتعدي عدو. نحن بدنا نصون حدودنا برا وبحرا وجوا، وبدنا نصود حدودنا، نصون حدودنا جنوبا وشرقا وشمالا بنفس الطريقة. وهون كمان نحن ما عم نحكي بمنطق نظري انه هيدا لازم يكون لانه الدولة هيك لازم تكون، لانه اوقات اللبنانيين بيعتبروا لانه هاي موضوع صعب انه هيدا شغلة شو بدنا فيها صيانة حدود، شو بدنا بالنظريات، بهمنا نحن نقلع ونناقش المواضيع الجدية. طب انا بدي اعطي هلا تفاصيل ونشوف كيف عمليا هالحدود الغير مصانة عم بتأثر على لقمة عيش كل لبناني، وعم تمنعنا أنه نحن نقدر نطلع من الأزمة اللي نحن موجودين فيها. طالما هلأ في مزايدات سياسية عم نشوفها من كل الأطراف، وهي حنرجع لها، على حماية ودايع اللبنانيين، مش هيدا العنوان؟ صراعات ومسلسلات وحقيقة يعني حنصير بمسلسلات مكسيكية وكلهم بدهم يحموا ودايع اللبنانيين. طب لازم نقول للبنانيين انه كل كاميون عم بيهرب دواء او مواد غذائية او مازوت او اي مادة مدعومة، هاي ودايع، هيدي ودايعك يا لبناني، تحولت عبر الدعم لمازوت او لدواء او لمواد غذائية او لغير شيء، وعم تتهرب عبر الحدود وعم تمرق بكل المناطق اللبنانية محمية وعم تتصور من كل الإعلام وما حدا عم بيعمل شيء. هيدي ودايعك اللي عم تطير. اثنين، من ضمن ولازم اللبنانيين يعرفوا أنه من ضمن الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي اللي هو الممر الإلزامي قد ما ننظر تنخفف من عبء اللبنانيين ومن الفاتورة اللي عم بيدفعوها، لأنه اليوم كل يوم عم بيمرق اللبناني اللي عم بيدفع الفاتورة لوحده، عم بيدفع الفاتورة كل ما واحد عم بيضطر يحول دولار بالبنك لليرة لبناني على 3900 أو على أقل، هو بيكون عم بيعمل هيكات، عم بيدفع فاتورة الخسارة والسرقة والنهيب. هاي الحقيقة. الIMF حاطة شرط ضبط الحدود. ما في IMF بدون ضبط حدود، وهيدا قرار سياسي منه قرار تقني. حاش يضيعولنا وقت بسكانرز، حاولنا نقطع سكانرز وقت كنا بمجلس النواب، وعملت أكثر من خطاب بهالموضوع. شو القصة؟ مع أنه أقل كلفة وما بده شيء. المشكلة بالقرار السياسي، بالمحميات وبالمصالح السياسية الجيوستراتيجية، أنه ما يكون في حدود بين أكثر من دول هالمحاور، أو بلعبة الفساد المغطاية هيدا اللعبة. ثلاثة، ضبط الحدود، بعدنا عم نحكي عن ضبط الحدود. نيترات الأمونيوم اللي قتلنا واللي هجرنا واللي فقرنا واللي ضرب ودمر عاصمتنا، مش مبني كل هالخبرية على عدم وجود سيادة على حدودنا؟ مش كل هالخبرية كانت مبنية على استعمال مرفق بيروت كمرفق بديل تما يلفت الأنظار
واستعمال التهريب تنوصل النترات على سوريا. فإذا عدم ضبط الحدود عم بيفقرنا وعم بيقتلنا، والحدود هو كمان ترسيم حدود. وهذا بيرجعنا على كيف هيدي المنظومة، هيدي السلطة الحاكمة عم بتدير مفاوضات ترسيم الحدود. بلشنا جنوبا مع إسرائيل من دون ما نطالب بكل حقوقنا، وهلأ وصلونا إلى محل إذا طالبنا بكامل حقوقنا منكون عم نطلع من المفاوضات، لأنه واحد ما في يبلش مفاوضات عم بيطالب بـ50 وبعدين نص الطريقة لا ولا تذكرت هلأ عم طالب بـ100. وصلونا إلى محل المطالبة بحقوقنا صارت خروج عن المفاوضات، والواقعية بتطلب التنازل عن حقوقنا. ليش؟ لأنه بالأساس لعبة المزايدات وقلة وسوء الإدارة وصلنا لهون. هيدا على الحدود الجنوبية. على الحدود الشمالية النظام السوري لزم بلوك لشركة روسية على حدودنا الشمالية وأخذ من أرضنا. وطبعا موضوع السيادة وقت بنوصل أو منقرب عن النظام السوري عن بعض المزايدين ببعض المحل، هو طبعا موضوع يعني بصير مطاط ما بيقعدوا يحكوا، لا بدنا نفوض السوريين، هي عم بيقولوا ما بدهم يفوضونا. وهذا بيرجعنا بموضوع ترسيم الحدود على تقرير كتبه الموفد الأمريكي فريدريك هوف عن الرئيس بشار الأسد بـ2011، اللي عم بيقول مزارع شبعة، مزارع سورية، شو ما يقولوا اللبنانيين، شو ما يقول حزب الله، هول سورية. فإذا ضبط الحدود وترسيم الحدود شفنا كيف في مليارات وعشرات مليارات الدولارات بين النفط والغاز، بين معالجة قضية مزارع شبعة، بين التهريب والقتل اللي نحن عم نتعرض له لأنه موضوع، لأنه ما في سيادة الدولة على الحدود. سيادة الدولة يعني كمان السيادة الداخلية. طبعا إذا بدنا نعمل إصلاحات بدنا نقر قوانين إصلاحية أكيد. طب خليني أنا أفترض أنه نزل الروح القدس على ما تبقى من مجلس النواب وأقروا قوانين إصلاحية بدون ما يفخخوهم تما يصيروا قوانين نظرية وكانوا جديين، استقلالية القضاء، قوانين الإصلاحية إلى آخره. النقطة الثانية، إذا الدولة منا دولة سيدة كيف بدها تطبق هيدي القوانين؟ كيف بدها تطبق هيدي القوانين؟ الإصلاح هو إقرار وتطبيق. والسيادة بتعني سيادة بسط سلطة الدولة اللبنانية بقواها الذاتية على كامل التراب الوطني. يعني ما في مربعات أمنية ولا سلاح غير شرعي، لا داخل المخيمات ولا خارج المخيمات، ولا مخازن أسلحة ولا صواريخ ولا مخيمات لتدريب الحوثيين وغير الحوثيين، ولا مصانع كبتاجون. ولكن علقنا بكل ملف سوء إدارة النزوح السوري لو كنا نحن عنا دولة مثل ما في دولة بالأردن ومثل ما في دول بأوروبا ومثل ما في دولة بتركيا، لكل التعاطوا بملف النازحين بمنطق سيادة الدولة الداخلية. والسيادة بتعني أخيرا سيادة المؤسسات. إيه نعم، سيادة المؤسسات، هالمؤسسات اللي حولوها سلعة لألن ولمصالحهم. أجهزة أمنية مع هالفريق وأجهزة أمنية مع هالفريق، أجهزة قضائية مع هالفريق وأجهزة قضائية مع هالفريق، مؤسسات بأمها وأبوها، مجلس وزراء، مجلس نواب إلى آخره، صارت مربوطة بأشخاص. وطبعا على رأس هيدي المؤسسات السلطة القضائية. ما ممكن نفوت على عصر المحاسبة وعلى عصر الاستثمار وعلى عصر النمو بدون قضاء مستقل، ولا ممكن. في 100 تجربة بالعالم، من هون بدنا نبلش. هيدا بيرجعنا للمسلسل الهزلة، بتقول أكثر من هيك قليل اللي عم بقوله، اللي شفناه بالأيام وبالأسابيع الماضية باللي عم بيحدث بالقضاء، واللي هو أكثر بكتير من مسلسل هزلة.
هو انقلاب خطير على الدستور وعلى القوانين، ما حيطلع بنتيجة إلا بتدمير ما تبقى من هيدا القضاء. يعني نحن كان عنا قضاء في كتير مشاكل فيه عم نسعى لاستقلاليته، اللي عم بيصير هلا حيقضي على ما تبقى من هذا القضاء. وهون خلوني يكون كتير واضح، المعركة لأنه في غش لللبنانيين، المعركة منا أبدا مين مع غادة عون ومين ضد غادة عون مع حفظ الألقاب. هيدا الشق من المعركة نحن مش بس مش معنيين فيه كلبنانيين، نحن رافضينه. هيدا المعارك السياسية عبر القضاء بكل أجنحته هيدا مرفوض، مرفوض أنه القوى السياسية تتحاول ترجع تعطي مصداقية لحالها، تستعمل القضاء وغير مؤسسات كمان تتخوض معارك جانبية بين بعضها وتلهي اللبنانيين. نحن ولنا ضد غادة عون، ولنا مع غادة عون، ولنا مع غسان عويدات، ولنا ضد غادة، ضد أي تدخل سياسي بالقضاء. النقطة الثانية اللي هو العنوان المرفوع الكبير واللي كمان لازم اللبنانيين يعرفوا أنه هيدا عنوان مزور، حماية أموال المودعين واسترجاع أموال المودعين من التهريب. بتا يكون في تهريب، كلمة تهريب يعني في قانون بيمنع هيدا الشيء يصير. وهون أساس المشكلة، اللي سمح بالمجال للاستنسابية عند المصارف أو بعض المصارف وعند السياسيين ومعظم السياسيين النافذين وعند كبار النافذين الماليين على حساب الشعب اللبناني، هو أنه ما صار في قانون. وهذا القانون اسمه الكابيتال كنترول. وأنا للتاريخ وعم بقول هذا الكلام وأنا مسؤول عنه، عن كل كلمة فيه، اسمعوني منيح. بعد ثورة 17 تشرين وقبل 17 تشرين الثاني، يعني وقتها كان في مرحلة المصارف كانت مسكرة، أنا وللأمانة مع النايب ميشيل الظاهر برمنا وتواصلنا مع كل أو معظم القتل الكبيرة، تما أقول لأنه في نواب مستقلين ما شفناهم، تما أظلم حدا، تنقل لهم قبل ما تفتح البنوك لازم ينعمل قانون كابيتال كنترول تما يصير في تهريب للأموال المودعين، وتما تروح وتطير أول ما تفتح البنوك. تواجهنا بكل الكتل الأساسية اللي لازالت موجودة بالمجلس، كلها يا كتل غير معنية يا كتل رافضة، ولازالوا لهلأ مش عم يعملوا قانون كابيتال كنترول. المشكلة هون، وهلأ القانون بين هلالين اللي عم بيعرضوه اللي عنوانه كابيتال كنترول مفخخ، وهو قانون لتشريع التهريب. هيدا الأساس أنه رفضوا يعملوا قانون وفتحوا مجال الاستنسابية. صارت الموضوع موضوع أخلاق، في بعض المصارف تعطوا بقلة أخلاق وفي بعض المصارف تعطوا بأخلاق، في بعض النافذين والمودعين تعطوا بأخلاق وفي بعض المودعين تعطوا بقلة أخلاق. بس هيدا شو يعني؟ عمليا الشعب اللبناني اللي مش عم بيقدر يوصل على 100 دولار ما نعمل له قانون يحمي، وصار النافذ عم بيهرب مصرياته. مين حماها؟ السياسيين نفسهم اللي عم بيزايدوا بمنطق أنه هن عم بيحموا أموال المودعين. لا، حماية أموال المودعين أو ما تبقى من أموال، الأول شيء لو جديا كان بدهم يحموها كانوا عملوا كابيتال كنترول. تاني شيء اللي طلع من أموال لبرا، عم بحكي خارج اللي كمان لأنه ما لازم ننسى أنه لازلنا عم نستورد، يعني في أموال عم تطلع. ما كل اللي عم بيطلع غلط، ما في طبيعة اقتصادنا عم نستورد أكثر ما عم نصدر، واستطرادا في أموال لازالت عم تطلع. ولكن بهذا الموضوع إذا بدنا نكون جديين، حماية أموال المودعين أول شيء لازم نبلش نعمل قانون كابيتال كنترول جدي على القليلة تنوقف النزيف. تاني شيء لازم نشكل حكومة، لأنه بدون الإصلاحات وبسياسات القائمة كل يوم عم بيمروا في نزيف لهالودائع.
وهيدا شرط ثالث شيء، بدنا نروح على مفاوضات مع الاي ام اف ونعمل الاصلاحات بالكهرباء وبغير الكهرباء. رابع شيء، بدنا نوقف سياسات الدعم اللي معموله من اموال المودعين، واللي تلته عم بيروح للي لازم يروح له، واللي تلته عم بيروح للاغنياء، واللي تلته عم بيروح تهريب. هيك بنكون وقفنا النزيف ورجعنا تدريجيا عم نرجع نكون ودائع اللبنانيين. كل الباقي معارك دخانيه، اوعى حدا ينغش فيها. عم بطلب من الشعب اللبناني ما ينغش بهالمعارك الدخانيه. هيدي معارك دخانيه عم بيخوضوها عبر القضاء بشد العصب الطائفي، انه انا بقبل شكل حكومه بهالشروط او لا، كلهم تيلهوا اللبنانيين من الاساس، انه نحن ما بقى بدنا بدنا اياهم يفلوا. هيدا الاساس. بدنا نسترجع الدوله من قبضه المافيا والميليشيا. هيدا الاساس. هاي المعارك الدخانيه ما ننجر وراها. وبدي اقول اكثر من هيك، هيدي معارك دخانيه وسبق قلتها وبدي ارجع كررها، حتطلع بنتيجه واحده، تدمير القضاء. هيك بنكون عم نسترجع اموال المودعين؟ هيك بنكون عم نحفز القطاع الخاص انه يستثمر بالبلد؟ ساعة اللي بده اي قاضي بامر من اي سياسه قادر يسكر له مؤسسته بدون وجه حق قانوني تحت شعار انه هيدا شكله مضمون الشكل البسيطه؟ يا عمي بالشكل بالقانون، اي محامي ما بيحترم الشكل بيخسر الدعوه. الشكل منه شكل. معركتنا استقلاليه القضاء. هيك بنسترجع اموال المودعين، باستقلال القضاء مش بتجاذب القضاء اللي حيدمر الهيكل على الجميع. بدي انهي واقول اذا حقيقه بدنا حلول، ونحن شعب ما بقى مقبول انه ندفع الثمن، ثمن فسادهم ومؤامراتهم، ثمن اجرامهم. حان الوقت أن نوقف إيد بإيد. إذا حقيقة بدنا نطلع، بدنا ننتفض. بدنا ننتفض أولا بوضوح وبجرأة، مش هيدي والله صعبة أو ممكن تقتلني أو في سلاح بيهددوني بلا ما ندق فيها، خلينا نروح على شغلة أبسط وأهيا، ما حتمشي. مطلوب معارضة واضحة وجريئة، مطلوب معارضة وازنة وموحدة بالمفرق، ولا ممكن أنه نوصل لأي نتيجة. 700 مجموعة و300 قوة وكل واحد عنده رأي مختلف، ما حنوصل لنتيجة. مطلوب مشروع واضح وجريء بوجه الميليشيا وبوجه المافيا. مطلوب شعب ما ينجر وراء التفاصيل ويعرف أن الأساس هو استرجاع دولته وكل الباقي بيصير. وشكراً.